الميليشيات الموالية لإيران والتي تعمل خارج إطار الدولة والقانون تستمر في مهاجمة مستشارية التحالف الدولي، ولليوم الثالث على التوالي هي تهاجم في الداخل العراقي باستخدام صواريخ إيرانية بحتة. والاستهداف جاء هذه المرة في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم ضد مطار بغداد، مستهدفين تحديدا وبشكل خاص مركز بغداد للدعم الدبلوماسي BDSC. هذا هو الاستهداف الأساسي بالنسبة لهذه الميليشيات، والضربة هي جاءت تحديدا من حي جهاد، من إحدى الساحات المفتوحة الموجودة في حي جهاد، والتي تبعد فقط 4 كيلومتر أو حتى أقل من 4 كيلومتر لتصل إلى مطار بغداد. وبالتالي هذا الهجوم كان هجوما صاروخيا هذه المرة وليس بالطائرات المسيرة. وبحسب التقارير التي تحدثت عن هذا الهجوم أكدت بأن الهجوم هو تم بأربعة صواريخ، ولكن القصة الواضحة هي من 3 صواريخ وليست 4 صواريخ. واحدة من الصواريخ هي لم تنطلق وبقيت في مكانها في المنصة الخاصة بها، وصاروخين توضح تماما بأنها توجهت مباشرة إلى مركز بغداد للدعم الدبلوماسي. خلية الإعلام الأمني أكدت بأن الصاروخ هذا لم يسقط على هذا المبنى، لا أبدا، بل هو سقط على معسكر النصر، معسكر فيكتوري الذي سلمته الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحكومة العراقية في عام 2011. وهو سقط هذا الصاروخ في المنطقة الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب وليس على الأمريكيين أبدا. والصاروخ الثاني بحسب أحد المراسلين في BBC أكد بأنه سقط على مدرج المطار، ليس واضحا أي مدرج، هل هو بهذا الاتجاه أم بهذا الاتجاه أم قريب أصلا من المدرج. السؤال الأكبر هنا والذي يطرح، كيف لهذه الصواريخ أن تسقط ومنظومة السيرام هي موجودة في هذا المطار؟ وكان ملحوظا بأن منظومة السيرام في الهجوم الأول الذي تم على مطار بغداد هي نجحت نجاحا باهرا في اصطياد الطائرات المسيرة، طائرتين مسيرة اصطادتها بشكل سهل جدا وواضح جدا، والمفروض أن الصواريخ التي تأتي باتجاه واحد تكون أسهل على منظومة السيرام. أين هي منظومة السيرام؟ لم تفعل شيئا منظومة السيرام في هذه العملية، خاصة وأنه لوحظت في الرادارات في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم بأنه كان هنالك تحليق أمريكي فوق بغداد بشكل كبير جدا من طائرات الأوكس الأمريكية، وكذلك KC-135 ستراتو تانكر التي تعمل على عملية تزويد الوقود لهذه الطائرات، طائرات استخبار إلكتروني وغيرها كما هو واضح. وهذه الصورة أساسا أخذت في الساعة 12:37 من صباح هذا اليوم، وبعدها ب6 إلى 10 دقائق شهدنا الهجوم الذي نتحدث عنه بالصواريخ. وهذا أيضا على الرغم من ذلك وعلى الرغم من الطيران الذي يمتلكونه، والمفروض أن هنالك شيء من المعلومات الاستخبارية، لأنه أيضا القوات العراقية كانت موجودة، كان هنالك تجديدا أمنيا على مطار بغداد يوضح بأن كان هنالك شيئا من المعلومات لديهم بأن هنالك هجوما مرتقبا على المطار، ولكن مع ذلك منظومة السيرام لم تكن موجودة، والصواريخ أصابت هدفها، حاولت أن تصيب هدفها، وصلت نوعا ما إلى المنطقة التي تريد استهدافها. هنالك عددا من الأمور التي يجب أن ننتبه إليها، أن منظومة السيرام الموجودة في مطار بغداد هي لا تغطي كل المطار بأكمله. النقطة الثانية المهمة بأن كان هنالك ضبابا عاليا يوم أمس، ضباب كثيف للغاية، وهذا طبعا يلعب دورا في عملية تشتيت الرادارات ووضع الرادارات في موقف محرج بالنسبة لمنظومة السيرام، وهذا قد يفسر جزءا كبيرا لعدم تصدي منظومة السيرام لهذه الصواريخ، وكذلك بأن هذا الضباب كان كثيفا إلى درجة بأن الطائرات المدنية والطيران المدني كل أجل أساسا يوم أمس، كما نلاحظ بحسب الفلايت ريدار 24 في مطار بغداد توضح بأننا أمام الطائرات مثلا خطوط الجوية التركية، البيجاسس إيرلاينز، القطرية، كذلك كلها أجلت وألغيت الرحلات، من الرحلات التي هي كان من المفترض أن تصل إلى مطار بغداد أو الرحلات التي كان من المفترض أن تغادر كلها أجلت، وحقيقة إلى الساعة 7 صباحا بالنسبة لهذه الخطوط. لذلك واضح بأن هذه الميليشيات استغلت هذا الموقف، استغلت الضباب، تعلم جيدا بأنه سيشتت منظومة السيرام، وبالتالي قاموا بهذه الضربة التي نتحدث عنها الآن. والنقطة المثيرة وبفيديو حصري
حصلنا عليه وقد يفسر أيضا لماذا هذه الضربة جاءت بهذا الشكل، هي الصاروخ الذي لم ينطلق واستمر بوجوده على المنصة. كما نلاحظ هذا الصاروخ يعني طلعنا على تفاصيله بالكامل، وهذا الصاروخ يبدو نوعا ما مختلفا عن الصواريخ التي اعتدنا أن نراها عند هذه الميليشيات التي دائما ما تقوم بهذه الاستهدافات بهذا الشكل. وهذه صورة أوضح لهذا الصاروخ الذي نتحدث عنه الآن، وهذا الصاروخ هو ليس نفس الصاروخ الذي اعتدنا أن نراه، ألا وهو فجر 107 ملم الإيراني الصنع، والذي شهدناه يهاجم السفارة الأمريكية وعددا من القواعد الأمريكية. هذا الصاروخ مختلف تماما، ولكي نعرف تفاصيل هذا الصاروخ، هو صاروخ إيراني الصنع، وهو صاروخ حقيقة من صناعة مجموعة شهيد باقري الصناعية، هي التي صنعته في عام 1990. وهذا الصاروخ هو اسمه فلق 1 240 ملم، لاحظ 107 ملم إلى 240 ملم. الصاروخ يطير بسرعة تفوق سرعة الصوت، وهو يصل مدى إلى 10 كيلومتر، أي بما معنى أكثر بكيلومترين من صاروخ فجر 107 مليمتر الذي اعتدنا أن نراه. وهذا الصاروخ يصل وزنه إلى ما يقارب 112.2 كيلوغرام، 113 كيلوغرام تقريبا بالنسبة لهذا الصاروخ الذي نتحدث عنه. وبالتالي هذا الصاروخ أيضا حتى وزن رأس هذا الصاروخ يصل إلى 50 كيلوغرام، فهذا الصاروخ خطير للغاية الذي نتحدث عنه، وهو يختلف تماما عن صواريخ الكاتيوشا التي نتحدث عنها. وبالتالي إذا ما أيضا ألقينا نظرة على هذا الصاروخ الذي لم ينطلق، واضح جدا بأنه قد يكون لم يفشل هذا الصاروخ في عملية الانطلاق. لا أبدا، هذا الصاروخ لم يفشل نهائيا، بل قد يكون هذا الصاروخ هو ترك بهذا الشكل من الفصائل المسلحة لإعطاء رسالة بأننا مستعدون للتصعيد عندما نريد التصعيد، مستعدون أن نرفع من قيمة الصواريخ وإمكانية الصواريخ التي نمتلكها للقيام بعملية الاستهداف والتصعيد بشكل أكبر. وهذا معناته قد يعني التصعيد هنا بأننا الآن أمام فلق 1، قد ننتقل إلى فلق 2 اللي هو يصل 333 ملم، صاروخ أثقل بكثير من فلق 1، وقد تمتلكه الآن الميليشيات الموالية لإيران للقيام بهذه الهجمات في المستقبل. فواضح جدا بأننا قد نكون هنا أيضا أمام رسالة وليس فقط أمام استهدافا. المثير بهذا الأمر، قبل ساعة ونصف أو ساعتين كان هنالك استهدافا صاروخيا آخرا على قاعدة عين الأسد بخمسة صواريخ بحسب ما وردنا، وهذه الصواريخ سقطت جنوب قاعدة عين الأسد على مسافة كيلومترين، لم تصب القاعدة، ليس هنالك أي أضرار، ليس هنالك أي خسائر، ولكن التصعيد واضح للغاية. هذا التصعيد لم يتوقف في الداخل العراقي، بل إن هنالك أشبه بالمعركة تجري في الداخل السوري، وتحديدا مع قاعدة حقل العمر النفطي هنا بهذا الاتجاه، بعد ما قامت يوم أمس وقام التحالف الدولي في عملية استهداف كبيرة، التحالف الدولي بعملية ضربة واضحة جدا إلى منطقة تقع حقيقة في القورية ومن ضمن القورية، وتحديدا في هذه النقطة تقريبا بالقرب من مزارع ومزارع مزار عين علي، قاموا باستهدافها مباشرة بالنسبة للتحالف الدولي وضربوها. وكان من المفترض أن هم ضربوا مناطق انطلاق هذه الصواريخ التي كان من المفترض أن تستهدف قاعدة حقل العمر النفطي، استهدفوها بنجاح دفاعا عن النفس، ولكن هذا لم يوقف الفصائل المسلحة. فالمرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأن الميليشيات الموالية لإيران قامت بإلقاء القبض على عدد من الأفراد الموجودين في الميادين وفي القورية، متهمين إياهم بأنهم هم من أعطوا الإحداثيات إلى التحالف الدولي، وعلى هذا الأساس تمت هذه الاستهدافات. وفي الساعة 7 صباحا اليوم قاموا بمهاجمة قاعدة حقل العمر النفطي بثمانية صواريخ مباشرة على القاعدة. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد بأنها كانت منطلقة من الميادين، وثلاثة انفجارات سمعت في قاعدة حقل العمر النفطي، واحدة من الصواريخ كانت في منتصف القاعدة، وانفجارين كانت هي في المناطق السكنية في القرية أو في المنطقة الخضراء، في القرية الخضراء الموجودة هناك. طبعا في المناطق السكنية كان هنالك انفجاران، لا خسائر لا أضرار لا جرحى ولا أي شيء من هذه الأشياء، قد تكون بعض الخسائر المادية البسيطة بالنسبة لهذا الموضوع وما جرى بالنسبة للقرية الخضراء. ولكن التحالف الدولي أيضا رد وسمع انفجارين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان على ضواحي الميادين ومناطق انطلاق هذه الصواريخ بحسب ما ورد طبعا منهم. ولكن النقطة لم تتوقف هنا، بعد 6 ساعات تقريبا عادت الفصائل المسلحة الموجودة أيضا
في سوريا بمهاجمة حقل العمر النفطي باستهدافه بثمانية صواريخ أخرى، يعني صواريخ ما بعدها صواريخ، وجاءت هذه الصواريخ مباشرة على حقل العمر النفطي مرة ثانية، ولكن هذه المرة خمسة صواريخ سقطت في منتصف القاعدة وثلاثة صواريخ سقطت حقيقة حول القاعدة، وبالتالي لم تكن هنالك أيضا لا جرحى ولا قتلى، ولكن بعض الخسائر المادية كانت موجودة في هذه العملية. وإذا ما ألقينا نظرة على الصور التي وردتنا من الصواريخ التي سقطت في هذه القاعدة، هي سقطت بهذا الشكل كما نلاحظ من هذه الصواريخ، وبالتالي إذا ما ركزنا على هذا الصاروخ لكي نعرف، هذا الصاروخ لا يبدو كصواريخ الكاتيوشا التي اعتدنا أن نراها، الصاروخ شكله مختلف، يبدو نوعا ما أطول من صواريخ الكاتيوشا. وإذا ما عدنا قليلا إلى العام الماضي في العراق، ظهر صاروخ يشبه هذا الصاروخ، ألا وهو صاروخ أرش الإيراني، وهذا صاروخ أرش الإيراني في العراق ظهر بهذا الشكل كما نلاحظ من هذا الاتجاه، نوعا ما هنالك تقارب في الصاروخ هذا الذي نلاحظه، والذي هو طبعا أيضا صاروخ إيراني. وبالتالي إذا ما جئنا على الأصناف الصاروخية الموجودة في إيران، سنلاحظ بأننا تقريبا أمام هذا الصاروخ أرش 122 ملم، الذي هو يصل مداه إلى 18 كيلومترا، وهو وزنه يصل إلى 18 كيلوغراما. فنحن أمام هذه الصواريخ هي التي تستخدم ضد قاعدة حقل العمر النفطي. السؤال الأكبر، أين هي الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي من هذه الضربات المستمرة؟ المثير بأن بعد هذه الضربة التي نتحدث عنها في حقل العمر النفطي، كان هنالك ردا من التحالف الدولي لم يتوقعه الكثيرون، جاء بهذا الشكل. هو استهدف كما هو ملاحظ هنا قلعة الرحبي التي تقع جنوب الميادين. الضربة بحسب الأنباء الأولية تتحدث عن قتلى وجرحى بين الميليشيات سقطوا بعد هذه الضربة. هنالك أيضا منصات ضربت، قال التحالف الدولي، وطبعا رد بستة ضربات بهذا الشكل التي نلاحظ منها تقريبا أربع ضربات، هذه هي الضربة الثالثة، ردوا على المناطق. واضح بأننا أمام تصوير قد يكون من الدرون هي التي تصور بهذا الاتجاه، والضربات جاءت دقيقة جدا من التحالف الدولي. لازلنا ننتظر ماذا جرى من هذه الضربات وطبيعة الخسائر، وهل هي ستكون رادعة لهذه الميليشيات، لأن أنه بعد هذا الهجوم كما تحدثنا كان هنالك هجوم على قاعدة عين الأسد. على المستوى السياسي، الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا يوم أمس المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي كان واضحا ولم يحدد فصيلا معينا، ولكن قال بأننا نعلم بأن الميليشيات الموالية لإيران هي التي تقوم بهذه الهجمات في العراق وفي سوريا، ونحن أمام مسؤولية لحماية أفرادنا الأمريكيين ومن التحالف الدولي الموجودين في هذه المناطق. رغم كل هذا التصعيد من الميليشيات، ليس هنالك خسائر أو قتلى أو جرحى حتى هذه اللحظة، حديد بحديد هذا الذي يحدث الآن. والتركيز، وواضح جدا بأن التصريحات الأمريكية تركز على قضية مفاوضات فيينا، يريدون التركيز على الحضور والحصول على نتيجة من هذه المفاوضات. والأوساط الأمريكية بشكل مثير بدأت تدرس هذه القضية وبدأت تضع مقترحات بأننا يجب نحن من نقدم التنازلات لإيران، لأننا نحن من انسحبنا من هذه الاتفاقية، وهذا ما قالته البوليتيكو الأمريكية يوم أمس. بما أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق بشكل منفرد، فمن المحتمل أن تتخذ واشنطن خطوة أولى ذات مغزى وأن ترفع بعض العقوبات قبل أن تتخذ طهران إجراءات لخفض برنامجها النووي. وهذه طبعا القضية أيضا مما يوضح بأننا قد نكون أمام تنازلات أمريكية، هي أن هنالك تحرك مثير أصبح في فيينا، وهي وصول نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي إلى فيينا، سيبقى لمدة ستة أيام من أجل التفاوض مع إيران بشكل مباشر على عدد من التفاصيل، وهو يأمل بأنه سيحل الكثير من الأمور. لذلك قد نكون أمام رسائل مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، أو أن كوريا الجنوبية تحمل رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون أفضل من طبيعة التواصل الذي يجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا مباشرة إلى طبعا الإيرانيين بشكل عام.